سلمى، هلا صار وقت نروح للمساحة الطبية، فالتهاب المفصل التنكسي يعتبر من أكثر أمراض المفاصل شيوعا، ويحدث على الأغلب في بلادنا بعد سن الأربعين، وسببه تآكل الغضروف. اليوم رح نحكي عن هالمرض إلى جانب طبعا ترقق العظام أيضا مع الدكتور جهاد داغستاني، أخصائي بالجراحة العظمية. طبعا أكيد للمشاركة بهذه الفقرة فيكم تتصلوا فينا مشاهدينا على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. رمضان كريم دكتور. رمضان كريم، يسعد صباحك خير. دكتور صباح النور. دكتور، بالبداية خلينا نعرف الناس بمرض خلينا نقول التهاب المفصل التنكسي وشو أسبابه. خلينا نحكي أول شيء، المفصل هو عبارة عن في مفصل مثل مفصل الركبة، عبارة عن عظم وفي سطوح مفصلية مغطاية بالغضروف العظمي. التنكس هو تكون عندنا السطوح المفصلية الغضروفية بتصير تآكل فيها واهتراق فيها. السبب الأساسي بالتنكس المفاصل هي صباح العمر، التقدم بالعمر. المفصل هو كتلة حية في بناء وهدم بشكل مستمر، مع تقدم بالعمر بصير الهدم أكثر من البناء، فبصير بأهب يتنكس المفصل الركبة. طبعا في عوامل كثيرة بتؤدي لتنكس مفصل الركبة مثل تمزقات الغضاريف أو تمزقات الأربطة أو كسور ضمن السطوح المفصلية، وفي إضافة الأمراض الرسوية بتأثر هدول. هلا الشغلة اللي بصراحة لاحظتها بلدنا بسوريا إنه نحن عم نضطر نبدل المفاصل الركبة بأعمار صغيرة، بأعمار 50 سنة، وهذا الشيء ما شفته بماليزيا ولا بألمانيا. ألمانيا كنا نبدل المفاصل بعمر 70-80 تقريبا، نحن هون عم نضطر نعمل تبديل مفصل الركبة بعمر 50 سنة. يمكن رتم الحياة غير صحي لبلدنا، ما في رياضة، التغذية غير جيدة، الأرضية الصلبة اللي نمشي فيها، نوع الأحذية اللي نستعملها عم يأهب إنه المفاصل عنا عم تصير تنكس فيها. يعني دكتور كتير ما المفاصل عم يعني هو بشكل بنسبة 90% تقريبا بيعانوا من وجع المفاصل، هلا عم نشوف كمان حتى اللي سنهم كمان صغير. برايك شو هذا السبب يلي كثير منتشر هذا الالم؟ هلا بأعمار صغيره عم السبب الاساسي للتنكس المفاصل الباكر هو التمزقات الغضاريف الغير معالجه بشكل يعني مو معالجينها، مهملينها. هلا احنا بصراحه بجزء في مريض عنده تمزق الغضروف بخلال الاسبوع الاول 10 ايام الاولى بحالات خاصه بنقدر نخيط الغضروف ويرجع المريض لحياته الطبيعيه اذا راجعنا الفتره الباكره. المشكله الاساسيه نحن عم نراجع المريض مراحل متاخره، بتكون التمزق صار له فتره طويله، في تخريش بالسطوح المفصليه، تاكل بالسطوح المفصليه، صار التداخل تبعنا حيكون تلطيفي اكثر ما هو. هلا بصراحه الحمد لله انا من شيء سنه 17/7/2016 قدرنا نسوي طريقه جديده تدخل لسوريا، ناخذ خلايا ستيم سيلز من الفات ونحقنهم بمفصل الركبه عشان نعيد تجديد الخلايا الغضروفيه دول. من شهر تقريبا قدرنا ناخذ موافقه وزاره الصحه الحمد لله. اغلب الحالات بصراحه انا سويتهم برات سوريا، كان بدايه كنا عم ناخذ موافقات عليها. هي الطريقه الجديده مبدا اساسي انه نعيد بناء مفصل الركبه من الداخل. ماليزيا كنا نسوي ناخذ من بون مارو، ناخذ خلايا نقل العظام ونبعث على مخبر نكاسره ونحطها بطابعه بيولوجيه نطلع منها غضروف ونحقنها بالركبه بعد 6 أشهر. هلا الطريقه الثانيه الجديده اللي قدرنا ندخلها على سوريا بصراحه قدرنا ناخذ من الفات من دهون جسم نحطمهم نطلع منهم البريسايتس. البريسايتس هي الخلايا المحرضه على البناء عشان نقدر نعيد بناء مفصل الركبه. انا طبيب جراح مناظير، فكانت بعاني مشكله انه وقت المرضى اللي عنده تمزقات غضاريف رياضيين وتكون اضطر نقيم قسم متمزق مغضروف، هذا عم يسوي ديفكت، ضياع مادي بالغضروف، عم يأهب يتنكس المفصل على المدى البعيد. فبالطريقه هي بنحقن الخلايا هي بنقدر نرجع المريض تقريبا 99% لحياته الطبيعيه. طيب دكتور جهاد، هذا الاسلوب بالعلاج وغيره من الاساليب العلاجيه مثل ما قلت عمل نقله نوعيه بطريقه العلاج بسوريا، خلينا نحكي بشكل عام عن اهم التوجهات يلي بتتوجهوا الى مع المريض لعلاجه، وخصوصا انه مثل ما بنعرف التهاب المفاصل جزء منه حركي بيعتمد على علاج يمكن الانسان بيعمله مع نفسه غير الجزء الدوائي. طبعا ما في شيء اسمه حبة سحرية، تمام. هو سيستم علاج. أهم شيء إنه في رياضة لطيفة، نحن بنصح بشدة بسباحة مثلاً، لأن يعني السباحة بتحرك المفصل، بتغذى بالسائل اللي حواليه، الحركة من دون تحميل وزن. رتم الحياة الصحي إنه مثلاً لو المريض مثلاً قعد ساعة تمشى 5 دقايق بس ما تمشي ساعة متواصلة،
نوع الحذاء الطبيعي، تغيير الغذاء، الغذاء اللي يكون فيه كثير بنفضل يكون مثلا فيه اسماك، يكون فيه لبن، جوز، تمر، خضار، فواكه فريش. نبتعد عن اكلات اللي في ترفع حمض البول مثل الفول، حمص، فلافل، دول الشغلات. المفصل كثير، المفصل بتغذى بالحركه وبتتاذى بالجهد المتكرر عليه. فمبدا العلاج انه نحن بدنا نحاول نخفف الجهد ونزيد الشغلات اللي بتعيد بناء المفصل تبعنا. تمام دكتورة، عم نشوف هلا بالفترة الأخيرة النساء عم بتعاني من وجع بغضروف عند الركبة، أغلب النساء بيعانوا من نفس الموضوع، يعني أنا شفت كثير حالات بعلاقاتنا الاجتماعية إنه موجوعة من ركبتي في مفصل، وطبعا احيانا عم يلجأوا للزيت برمزلقة تماما للزيوت الطبيعيه. شو رايك بهذا الموضوع؟ شو سببه؟ هلا اورجي لازم الشخص سبب الالم. هو التنكس بيجي بكذا مرحله، اول مرحله ازعاج وعدم الراحه، المرحله المتقدمه بصير في الم، مرحله الم على مشي مسافه طويله او جهد طويل، المرحله الثالثه بصير في الم على حتى الجهد بسيط. فنحن اهم شيء انه ما نوصل المريض، هدفنا انه ما يصير المريض نوصل المريض اللي يحتاج تبديل مفصل ركبه بعمر بكير، ما نضطر نبدل المفاصل تبعاته. فاهم شيء انه رتم الحياه الصحي لازم يكون، رياضه لطيفه، نوعيه الحذاء كثير بتلعب دور كبير. هلا مشكله بلدنا انه ارضيه بيوتنا كلها ارضيه صلبه، هلا برا بماليزا بالمانيا ارضيه خشب بيمشوا على تريب. هلا نحن بنقول للرياضي روح العب بالصاله، ارضيه الصاله بتكون قاسيه بتأذى المفصل تبعه. نفس الشيء. فنوع الحذاء الأساسي لكل رياضة له نوع حذاء خاص فيها، والغذاء الصحي لازم يكون يعني أساسي الموضوع هذا. الغذاء هو أهم شيء. طيب دكتور جهاد، أيضا إذا انتقلنا شوي بالحديث لترقق العظام، يعني ترقق العظام صرنا عم نشوفه بالفترة الماضية ما عاد فقط عند سن معينة وخصوصا عند السيدات، صرنا عم نشوفه حتى عند الصبايا أو شباب من سن مبكرة، أسباب هذا الشيء؟ هلا عند الاعمار الصغيره اغلب اسباب العلاقه بالهرمون، بالنقص فيتامين د، عم نلاقي نسبه كبيره الرواد الغذائي تبعنا بيكون ناقص فيتامين د. فالمشكله ترقق العظام هي مرض صامت بنسميه، المريض ما بيحس بانه عظمه عم يضعف حتى يصير لا سمح الله كسر، يتعرض لرد بسيط يؤدي لكسر. كثير ضروري نعمل اول ما مثلا خصوصا عند السيدات اول ما تقطع الدوره لازم نعمل كثافه عظميه وتحاليل نعيل الكالسيوم والفيتامين د، ونعطي حسب الدرجه هي نعطي علاج مناسب. تمام. ونحتاج لفتره طويله. هلا مشكله المرضى بيجي بيقولوا لي انا اخذت يا دكتور اخذت كالسيوم صار لي علبتين ثلاثه، انا بقول له انه انت مثل اكل، يعني لازم ناخذ، نحن لازم ناخذ دواء لفتره طويله الكالسيوم. تمام. سؤال دكتور صغير، هذا العلاج تبع الكالسيوم او حتى المرافق له فيتامين د، لانه دائما بيترافقوا هدول الدوايين مع بعض، اذا صار في انقطاع لهذا الدواء لمده خلينا نقول المراه اخذته شهرين وقطعت شهر ردت اخذته، في مشكله؟ هي مشكله احنا العظم في نفس رب العالمين خلق، نحن عندنا العظم في بناء وهذا مشكل مستمر، وتنقطع المرمم الكالسيوم بصير عندنا الهدم اكثر من البناء. نعم. فنحن بدنا وقت، بصير لو رجعنا له بدنا وقت حتى نقدر نعوض. رح نرجع نكمل هذا التفصيل، ولكن معنا اتصال هاتفي. صباح الخير. الو، صباح الخير. صباح النور، اهلا وسهلا فيكي. فيني حاكي الدكتور؟ اهلا وسهلا، تفضلي. بس بدي اساله، انا دائما بس بقعد بكون عندي الام عند الورك، شو سببه؟ عفوا، الام بالورك؟ آلام الورك. ممكن أعرف قديش العمر؟ 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 العمر 28. 28 سنة. 28 سنة عمر صغير كتير حتى يكون في آلام بالورك. بصراحة في بحاجة دراسة نعمل صورة بسيطة للحوض تظهر الوركين وفحص بسيط، بس الآلام. عم تسمعينه؟ ألو؟ عم تسمعي الدكتور؟ مو كثير. نحن لازم ننفي كمان اسباب العصبيه اذا في عندنا ضغط. دكتور عم يقول لك انه انت هلا بحاجه لصوره، صوره بسيطه للحوض، تظهر الوركين وفحص بسيط لننفي انه الاسباب العصبيه، او الم بالاعمار الصغيره لازم نكون كثير حذرين انه في الم بالورك، ولازم ننفي يكون شيء اسمه لا سمح الله نخره جافه بعنق الفخذ او اي شيء ثاني. بحاجه لصوره مع تشخيص مع دراسه للحاله تبعها. تمام. عم تسمعي؟ بس يمكن سمعت الاجابه هي الدكتور، يعني عاده اوقات بيقولوا طريقه القعده كمان بتاثر طبعا طريقه القعده كيف السيدات مثلا كثير بيتنوا. هلا كثير ضروري شدي انه القعده اللي بيقعدوا فتره طويله بمكاتب لفترات طويله انه ما يقوموا دوري،
يعني لازم يحرك المفصل تبعه قبل ما يقوم. وانا بنصح بشده انه عاد ساعه تمشى خمس دقائق لو ضمن مكتب صغير بس ما تمشي ساعه متواصله. هلا نحن اساس بنجزئ الجهد على المفصل، مثلا سيدة البيت عندها شغل بالمطبخ ساعه جزء تشتغل نص ساعه وتريح ربع ساعه وتشتغل بعدين نص ساعه ثانيه. يعني لازم نحن قبل مرحله الالم بشوي صغير نخفف الجهد علينا. الالم هو من رب العالمين مشعر انه نحن في عنا مشكله بالمفصل تبعنا، في جهد، في شيء مو كويس. فنحن لازم نوصل المرحله اللي فيه قبل ما نحس بالالم ونخفف الجهد على يعني الوقفه او الجهد اللي عم نسويه، الاكتيفيتي عم نسويه. دكتور عم نشوف كمان في معاناه كثير كبيره من الشباب والصبايا بالرقبه، كونه الموبايل بيضل هيك. اوكي. يعني استخدام الموبايل هو الاكثر شيوع وحتى صار ادمان، يعني عم يصير في وجع بالرقبه. بصراحه نحن عم نلاقي كثير عم نصور صبايا وشباب عمرها 30 سنه عم نلاقي عنده تنكسات بالفقرات الرقبيه من وراء القعده في وضعيات خطأ. يعني هي يمكن حنشوفها بعد فتره. أكيد. لا عواقب طبعا هي بتاثر. أكيد. بعدين بتصير في خدر تنميل بالايدين، اعراض جذريه بتسوي. يعني على المدى البعيد بتسوي. فكتير هو رتم الحياه بده يكون صحي، ما بيش انه الانسان يعيش طبيعي بس يكون رتم الحياه تبعه صحي. نعم تمام. يعني عم يتوافد اتصالات كثير ومعنا اتصال ثاني. يسعد صباحك. الو صباح الخير. صباح الخير، كيف تفضلي؟ يا اهلا وسهلا فيكي، رمضان كريم. الله يسلمك يا رب، وعليكم يا رب. وعليك، تفضلي دكتور. معك بدي اسال دكتور، جوزي وقع من 3 ايام، وقع على حفه وصار معه بيك يعني الظهر وصار له العظم الحمد لله ما في شيء، بس هو من قبل عنده انقراض بين الفقرات صار ظهره. بس هلا الرب كثير امتد على صدره وصار يرجع صدره اكثر. شو في يعني شغله ياخذها؟ معفى ان شاء الله. هلا اذا عنده مشكله قديمه انقراص واجى الرد عليها فهذا بيأهب انه يتنكس الغضاريف بين الفقرات. بس لازم نعمل صوره بسيطه لصدره ننفي انه في عنده لا سمح الله رد على الصدر او في كسور اضلاع. اهم شيء بالمرحله الحاده هي هو الراحه بصراحه، انه ما يحمل اوزان ثقيله، يخفف الجهد على هذا، وبفضل ما ياكل شغلات تنفخ المعده. أز يعني هذا في ياخذ مسكنات مبدئيا، بس هو بحاجه لفحص نشخص مزبوط شو عنده. تماما. يعني يمكن مثل ما سمعنا سالي، عاده الاكثر شيوعا هو انه المريض بيتوجه لشو اخذ فورا قبل تحديد المشكله بحد ذاتها. قد ايه بيواجهك يمكن ناس صارت معهم تفاقم اوقات من انه بياخذوا ادويه غلط او ادويه بالسمع مثل ما بنقول؟ لا بصراحه هي المشكله احنا ما كنا نلاقيها برا، انه برا صرف الدواء بيكون كثير موجب وصفه كثير وصفه دقيقه. احنا عندنا بيجي المريض اخذ كل انواع الادويه، حتى مسكنات كثير صعب انك تحصل عليها. هون هي متاحه، يعني هل هذا الشيء هو غلط بي؟ هلا لازم يكون مو كل المسكنات تكون ميديا الميديا توصل لها. هلا مشكله بصراحه بنلاقيها مرضى بيرجعونا باخذين كورتيزون كميات كبيره، فتيجي لعنا بكون الفحص السريري تبعنا العصبي عم يختفي، ما بدنا نقيم مزبوط الوضع تبعه. هو اساس علاج الاساس انه اي مرحله الحاد لازم نراجع طبيب ونشخص مزبوط شو الحاله ونعطي الدواء اللي بيناسب الالم هذا. انا بنصح ما لازم نعطي مثلا اذا فينا بحبه استامول مسكن الالم بيكون كافي، اذا غيرنا رتم الحياه تبعنا والحذاء تبعنا غيرنا تمام. احتمال يكون كافي. كمان دكتوره معنا اتصال من حمص. تفضلي. اهلا وسهلا دكتور. انا بنتي مع تنازل شيهان، عمرها 57 سنه، بتاخذ اليتروكسين على طول، كورتيزون تعويضي، عم تشكي من الام بجسمها كثير، شو السبب؟ هلا بالعمر حدا اكيد عندها تكون تنكسات بالمفاصل وجهد على المفاصل كثير، هي بحاجه لدراسه بصراحه، لانه شان بحاجه لدراسه طبعا. دراسه وفضل نراجع دكتور داخليه مفاصل كمان يكون. طيب شكرا لك، شكرا لمشاركتك. اهلا، شكرا لك.
يعني مثل ما تابعنا دكتور كمان يعني بعض الأمراض هي بتكون أوقات طبيعية بسن معين، يعني أنه مثلا المفصل أو العظم بسن معينة طبيعي أنه يتعرض لبعض هاي الأشياء، كيف الشخص بيحمي نفسه يعني؟ هلأ كبير بالعمر بنصحه أنه يتجنب ما يقع مثلا، اللي أكبر بالعمر كتير ضروري مثلا البيت ما يكون فيه شغلات يتفركش فيها مثل سجاد أو أي شيء، كتير ضروري يكون إنارة. هلأ كتير موضوع أساسي نحن بأعمار كبيرة بنصح بالحمام، خصوصا اذا بيروح انه يكون في سنادات في حتى ما يصير لا سمح الله انزلاق ويصير كسر عنق الفخذ. بصراحه احنا بنعاني بلدنا انه بيجينا مرضى باعمار كبيره عنده ترقع عظام شديد، ما بيشخص الحاله الا بعد ما يصير في كسر لا سمح الله، مضطر نعمل تبديل مفصل لهم. فاساس الاساس لازم نحمل الوقايه نحن، كل عمر له حقه يعني الواحد مثلا كبير كل عمر له حقه وطريقه بالعلاج تبعه. نعم. يعني يا دكتور قديش منلاقي انه الكسر لمرضى ترقق العظام هو يشكل خطوره؟ طبعا الكسر مرضى ترقق العظام، لانه بيكون عندنا كسر العظم ضعيف، بيكون كسر قوي لا كسر مضاعف، حتى اذا مضطر نعمل مفاصل نوع المفصل بيكون خاص بالمرضى ترقق العظام. نعم. يعني دكتور ما بنقدر نركب المفصل العادي دكتور. نعم. وكمان معنا اتصال ثاني، يسعد صباحك، اهلا وسهلا فيكي. الو عم تسمعينا؟ تفضلي. الو عم تسمعينا؟ اهلا وسهلا. الو صباح الخير، يا ريت توطي شوي صوت التلفزيون وتسمعينا من التليفون. الو يسعد صباحك. الو تفضلي. الو صباح الخير. صباح النور. فين احكي مع الدكتور؟ تفضلي. يلا، انا من سنتين ونص عملت عمليه تنظيف لركبتي، فصلولي عظم متفتت بالركبه، ولحد الان يعطوني ابر فيها، ما استفدت شيء ابدا ولحد الان ورماني عم توجعني، والثانيه اليمنى كمان فيها كمان يعني كمان عم توجعني. هلا يا دكتور بدها يا حقن يا بدها مفاصل بالركبه تغيير مفصلين، وتغيير مفصلين كلفة 3 مليون، وما لي إذا أعمله دكتور بالله. إيه دكتور معفاة إن شاء الله. عم صورة بالعملية التنظيف تبدلات تنكسية خاصة بمستوى القصر الأنثى من مفصل الركبة اليسرى، الثانية في وجع كثير طلع فيها هلال غازي بمستوى القسم الوحشي من المسافة. هي عم تعطيك التشخيص. أوكي. هي عم تعطيك التشخيص. تغيير المفصلين وأنا ما لي إدراك. ممكن أعرف يعني العمر. يمكن دكتور العمر، بس أعرف العمر قديش. عمرك مدام؟ العمر كله ان شاء الله. هلا حسب العمر بصراحه نحن ما بنفضل كنا نعمل تنظير ركبه يعني فوق 60 سنه الا اذا صار في انعقاد مفصل ركبه. بالعمر تبعك بيتناسب مع التهاب مفصل تنكسي، اكيد درجات متاخره. عم تقول المدام انه هي بعد ما عملت تنظير فانطلب منها عمليه مكلفة. فهي في شيء مثلا انه يعني لازم تعمل هي العمليه ولا لا؟ مش على الاساس تبديل مفصل ركبي هو الالم، بقول لهم قديش في ايش في مريض لكن عم بيتحمل الم وقديش في يمشي مثلا، بقول لهم مريض اذا في يمشي 5 دقائق 10 دقائق قديش في يمشي بدون الم، مدى الحركه تبع مفصل الركبه. الصوره البسيطه لمفصل الركبه بالوقوف كثير اساسيه، بيهمني انه ما يصير تحت خلع بالمفصل، فصار هذا اجباري لما تبديل مفصل الركبه. هلا هدف علاجنا الاساسي نحن ناخر تبديل المفصل قد ما بنقدر، بس مو نوصل لمرحله انه يصير تحت خلع بالمفصل ما يقدر يركب مفصل العادي. نعم. هلا تبديل المفصل هي عمليه جدا بسيطه بصراحه، مو مكلفه بالنسبه لبرا، بس هي حل جذري للمريض اذا ما قدر يمشي اذا في تنكس شديد. يمكن كمان جهز معنا اتصال. نعم. من حما دكتور، تفضلي. تفضل ميسا. تفضلي يا ميسا، معك نحن. تفضل. صباح الخير، عم تسمعينا ميسا؟ عيسى صباح الخير. ايوه تفضل. اهلا وسهلا فيك، صباح الخير. اهلا، كيفك دكتور؟ اسمك اهلا. يا اهلا وسهلا فيك. ممكن نحكي مع الدكتور؟ اي بس فضل. توطي شوي صوت التلفزيون تسمعنا من التليفون. تكرم عيني. تفضل. أهلا دكتور، مرحبا. تفضل. مرحبا دكتور. أهلا وسهلا أهلين، معافى. كيفك؟ أهلا وسهلا فيك أهلين. دكتور أنا نتيجة تعبي إجري اليسار وقت البنشي بتتعب كثير وبيصير فيه وجع ومثل
يعني تخسر ممكن السبب يعني ما فش قديش لعمرك العمرك عمر كله ان شاء الله عمري 61 سنه العمر كله ان شاء الله الوجع بيجي بس بالطرف اليسار مثل في خدر تنميل في خدر تنميل يا دكتور تفضل عمري 61 سنه العمر كله ان شاء الله الوجع اول ما تفيق الصبح بكير الوجع بيكون قوي لا وقت الصبح ما في وجع بس وقت بمشي انا بصير وجع بقعد برتاح بروح الوجع معفى ان شاء الله في عندك في الم قطنيه عندك حادي في شيء مشاكل الظهر ما عندي اي وجع بالظهري معفى ان شاء الله الوجع بسال بتمشي قديش بعد قديش بدك تمشي مسافه 100 متر 200 متر يعني مسافه شيء 20 متر بسبب وجع بالعضله الفوقانيه والتحتانيه مثل تخبر اجري يعني وجع بسيط يعني معفى ان شاء الله هلا احنا الحاله هي لسببين يا سبب بيكون وعائي مدخن حضرتك دخن نعم صلك زمان بتدخن؟ والله إلي العمر كله بدخن اوكي يعني بنصحك شدي انه نقلل الدخان شوي صغيره نحن بحاجه نعمل صوره بسيطه لعمود الفقري القطني بالوضعين وبحاجه لتقييم كمان من نعمل ايكو دوبلر للشرايين عشان ننفي انه في شيء عندنا نقص ترويه يعني في سببين سبب يا وعائي يا سبب تضييق القناه الشوكيه بيكون يا سبب عصبي يا سبب وعائي فمعافى ان شاء الله معافى يا عيسى اكيد يعني دكتور التدخين له مضار يعني حتى على الام المفاصل طبعا طبعا التدخين بيؤدي لتقبض الاوعيه الدمويه فبيقلل الترويه الدمويه للمفاصل هلا كثير نحن ضروري المفصل بالغذاء الصحي خصوصا برمضان لازم يكون غذاء منوع تماما يعني مثل ما سمعنا عيسى عم بيعاني من ألم ولكن عم يقول لك انه هو بيدخن العمر كله فاحيانا بعض الاطباء يعني ما بيسالوا على هدول التفاصيل فبيتجاوزوها ولكن التفاصيل هي كثير مهمه هي اساسيه موضوع التدخين اساسي رتم الحياه الصحي اللي في عنده ارتفاع حمض البول مثلا بالدم هذا بيأثر بيأهب لتنكس المفصل أكثر نعم أوكي. دكتور أيضا معنا اتصال من السويدة وإياد يسعد صباحك يا إياد صباحك يا أهلا وسهلا فيك تفضل دكتور جهاد معك شو بتحب تسأله بس بدي أسأله عندي طفل عمره 8 سنوات هلق أول ما ولد كان عنده مشكلة قيلة صحائية فسوينا له أكثر من عملية وهلق عندنا مشكلة بالركبة بس هلق وعنده مشكله عصب من الركبه وتحت بالرجل ضعيف بس صرنا اكثر من مره نسوي له عمليه للركبه عمليه فتح وما بتضبط يعني كل سنه تقريبا بنطلع اشياء بنسوي له عمليه ما بيمشي الحال فبيسالوا شو الحل؟ معافى ان شاء الله هو مسوي تخطيط اعصاب؟ ايه مسوي تخطيط اعصاب هلا نحن لازم مسوي تخطيط اعصاب وعضلات؟ هلا تخطيط اعصاب لا بس صور للركبه وللورك وللقدم من تحت كله مسوي له ما فا هلا نحن لازم من فتره سنه تقريبا هلا بهيك حاله نحن بحاجه دراسه ننفي الشباب العصبيه اذا في عصب مضغوط عنا يعني بالعمر هذا احتمال نحتاج تخطيط اعصاب وعضلات للطرف اللي فيه الركبه المتأذية هي عشان نشوف قوه العضلات وحسب الحاله فينا نعالج تقريبا يعني بحاجه دراسه شوي اكثر طيب دكتور بس اذا في مجال تعطيني العنوان بس لاطلع على العياده يعني اكيد رح نعطيك أكيد إياد تحت الهواء رح تعرف عنوان الدكتور شكرا لمشاركتك معنا واكيد بنتمنى شفاء لابن حضرتك اوكي يعني دكتور عم نشوف اتصالات كثيره حول موضوعنا لليوم آلام المفاصل والعظام مثل ما بنعرف كمان النساء مثل ما حكيت هلا من شوي انه بعد ما يخلصوا من الدوره الشهريه بس عندهم شويه بترقق بالعظم هل الادويه لحالها كافيه ولا في غذاء معين لازم تتبعه الانثى لتقدر تكمل هي ما بيجي دواء لحاله مكافي طبعا لازم يكون غذاء صحي منوع يكون لازم يكون غذاء تبعنا فيه وارد غذائي من الكالسيوم والفيتامين د رياضه لطيفه كثير اساسيه كمان بالهذا يعني برا بالمانيا بتلاقي عمرها 70 سنه راكب بسكليتي او عم تسبح يعني الرياضه الاساسيه بالموضوع هذا كثير ضروري والغذاء الصحي منوع هلا كثير بننصح انه يكون غذاء فيه
في حليب مثل لبن، سمك كثير ضروري كثير، جوز، زبيب، تمر، دول اهم شيء. الخضار والفواكه الفريش يعني بتعد عن الفاست فود والاكلات. أكيد يعني نصائح كتير كانت معك دكتور. نتمنى كل اللي شاركنا واللي حتى ما قدر يشاركنا واستمع لنا وشاهدنا يكون وصلت له النصائح. شكرا كتير لوجودك معنا. شكرا لوجودك معنا دكتور وللنصائح اللي قدمتها، وإن شاء الله يا رب نكون مع بعض بمواضيع تانية عبر شاشة الإخبارية السورية. يسعد صباحك ورمضان كريم. رمضان كريم. شكرا كتير لك.